السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كيف عاملين؟ كل شيء لاباس؟ كل شيء مزيان؟ أنتم السيادي جيتكم بولا الليات، يا السيادي جيتكم بواحد المسمنة فعلة تاركة ديال القمح. خديت جوج زلايف ديال القمح، يعني في عوجالة، يعني تبارك الله كل شيء اليوم راه يعرف يدير المسمن. الاختلاف انها مسمنه ديال القمح، يعني ما دلكتهاش، يعني كنت خدمتها يعني جوج سوايع. هي جمعتها، غير جمعيها، تكوني معوله جمعيها، ديري ديك جوج سلايف ديالك ديال القمح ونص معلقه ديال الخماره ديال لي فيرشيميك، قبسه الملح ودهنيها وديريها ترتاح، غطيها مزيان سوا بلاستيك في بلاستيكه. انا درتها في بول ديال الزاجه كيما راكو شفتو. صافي، انا خديت الزبده وجوج معالق كبار ديال الزبده، وكما نقولوا نص كاس ديال الزيت الاخر وديال الزيت النباتيه، وخديت هنايا واحد ربع معلقه ديال السمن. هذا راه واحد المذاق هائل. هنايا كما راكو كتشوفوا دو بول، يعني على 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 قد الجمعه ديال اليد. المهم انا ذوبت ديك الزبده وديك الربيع ديال السمن مع الزيت. هنا الحشوه كتبقى حسب الذوق ديال كل وحده. انا درت هنايا الكفته، درت انا كانت عندي الكفته، شحرتها مع البصيله ومع الملحه والبزار القزبر المعدنوس. الحشوه كتبقى طبعا اختياريه. هنايا راكم تشوفوا فيا، راني سرحت بعدا مددت ديك لابول اللي عندي ديال الخر. جربوا هاد المسمنه بالقمح، ماشي داك اللي فيه عامر بالنخاله، وانما اللي كنستعمل بزاف داك اللي كيكون شويه خاشن، يعني في داخل فيه شويه داك النخاله ولا المهم باين باللي ماشي فورس بيض بيض 100%. انا هنا غادي نسرح الحشوه اللي عندي، راها سهله سهله. هاد المسمنه راه دغيا كتوجد، وجدتها في واحد الوقت وجيز. انا هنايا غادي ندير فرماج غابي، غادي ندير فرماج غابي. اللي ما عندهاش فرماج غابي ما ديرش، اللي عندها دير. يعني الحشوه كتبقى اختياريه. العجينه راه ما تحتاجش الدلك، يعني خدميها ديجا قبل، ماشي مشكل، يعني غير جمعيها. انا جمعتها، جبت بنتي من المدرسه وجمعتها، درت لها واحد الجمعه صافي، وحطيتها كترتاح. انا هنايا مدوبه داك الزبده مع ديك نص معلقه ديال السمن مع الزيت. ديروا نص معلقه ديال السمن. هانتوما شوفوا الطيال بحال ديك اللي راه عندي في واحد الفيديو ديال المسمن، دغيا كيوجد في واحد الوقت وجيز جدا. هنايا راني غادي ندير لها نفس الطياب بحال اللي كنت درت لذاك المسمن. غادي ندردر هنايا شويه ديال الفينول اللي درت فيه شويه ديال الخماره ديال الحلوه. طبعا درت غير شويه، ما تكتروش، غير باش تجينا شويه ديك الحروشيه. شوفوا الطيه ديال المسمنه كيفاش دايره، راني ساهله ماهله بلا عذاب لا حتى شي حاجه. نفس الطيه اللي كنت درت في ذاك المسمن معمر، غير هما صغيورين، هذه كبيره. انا هنايا غادي نحطها على جنب ونمدد لابول اخرى باش نديرها وسط منها. كلشي راه اليوم تبارك الله راه يعرف يدير المسمن معمر، غير شنو هي هذه كتجي شويه مختلفه، لان شويه صحيه، ما ماشي بالفورس البيض. غادي نحطها هنايا في ديك الطاوه ترتاح شويه. هانتوما شوفوا، غادي نخليها شويه ترتاح. انا مددت ديك لابول الثانيه اللي عندي حتى هي. هانتوما راه واخا القمح ماشي داك، واخا القمح لي شويه صلب، ولكن عطاني الطوع لانني خليتها ارتاحت. انا كي قلت لكم خرجت بنتي من المدرسه وجمعتها وخليتها ترتاح على خاطرها، حيت معوله مع ديك الجوايه اربعه ونص ولا هذيك، صافي نديرها الحشوه في ساعه وجدتها. هانتوما تشوفوا انا راني درت دروك ديك الدوزيام، ديك الاولى فوالا. غادي نديرو ديك الزبيده هذيك مع ديك السمينه مدوبه، دير واحد ريحوا ديك الزبده مع السمن ضروري باش تعطيكم واحد اللذه مختلفه. عرفتوا مع داك مع دي حيت ديال القمح مع ديك السمينه، عرفتي راه واحد المذاق فيها. جربوها جربوها، راها زوينه وراها لذيذه بزاف بزاف.
ندير درو شويه ديال الفينو اللي درنا مع شويه ديال الخماره، كنجمعوها عادي يعني فاسين موم، ما فيها حتى شي تعقيد، ما فيها حتى قوت ديك طوي وعاودي. حبيباتي ما تنساونيش دائما الله يجازيكم بخير ملي تسهلي ولا لا فيديو تبطعوا لي حبيباتي لايك، وما تنساونيش حبيباتي انكم تشتركوا في القناة ديالي باش هكا دائما يوصلكم مني كل جديد، وجزاكم الله عني كل خير. انا هنايا كما شفتوا لمطتها مزيان وغادي نحطها على جنب، سوا بغيتيها تخليها ترتاح سوا بغيتي تمديها. انا حقيقه انا مددتها توت سويت، ما خليتهاش كاع ترتاح، توت سويت مددتها حيت ديجا راه هاد العجينه راها مرتاحه دافونس و وعطيني الطوع ماشي مشكل. ها نتوما تشوفوا راني بعدا خدرني بعدا سرحتها، شوفوا كيفاش دغيا ما كانش ديك خلاب. ان عاده المسمنه بحالها اللي كيخدموا ملي كتخدمي المسمنات هكايا ديال الفران ضروري كتخليها ترتاح في اللاطعه تمديها. صراحه مددتها يعني توت سويت لان ديجا راه عطيني الطوع. العجينه دائما شحال ما ارتاحت شحال ما كتعطيك الطوع. طبعا انتم شوفوا والحشوه راه ما كتخرجش نهائيا، الحشوه راه كتبقى في بلاصتها. هذوك طريفات نتاع القزبر والمعدنوس لا باس. انا هنايا راني كنجري كنجري راه مع المغرب قرب يودن، الوقت دغيا كيطير. صافي هنايا كما راكو كتشوفوا راني كنبدل العجينه ديالي على راحتي، ما زعما ما ديك انا نمدد فيها وهي ترجع دغيا. عطاتني الطوع راني دابا واحد شويه غادي تكونوا مسخنين الفران على درجه حراره عاليه باش هكايا طيب وكتصد دوك، لان اي حاجه سوا الفيطاج سوا المسمن معمر سوا الخبز ديما خص الفران خصو يكون سخون على درجه حراره عاليه قبل ما ندخلو الخور ديالنا. ماشي بحال لي كيك، ماشي بحال لي كاطو المسمن بحال هكا معمر، اولا الخبز ديما خص ولا لي بيتزا ديما درجه حراره عاليه. ها هي نتوما كما راكم كتشوفوا المسمنه ديالنا دغيا وجدات، شعلوا على الفران ديال الضو من الفوق ومن التحت، وصحاب اللي عندهم الغاز طبعا يديروه يحضوا معاها. ها نتوما كتشوفوا كيفاش جات تبارك الله، جات مقرمشه داك المسمن مقرمش اللي نعقلوه عليه ديال زمان. شوفوا كيفاش جات من الداخل معمره وداك الفيطاج الداخل فيها، يا ريت انكم تجربوها حبيباتي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.